معنى عازف بزق عم بيقول انه على آلة البزق ما فيك تعزف جميع المقامات. ليه؟ هل هي قصيرة؟ شادي طبعا هذا سؤال لشادي، لانه من كافة الدرجات لا يوجد دساتين كافية بالطبع. الفريت هنا بيحكم صح، انا اوافقه لو كان الفريتات محكومة، يعني الارباع موجودة فين، زي آلة الجيتار. هقول لك مثلا آلة الجيتار، هل هنقل آلة الجيتار الدولية اللي هي بتشتغل على السلم المعدل، هل هنقدر نقول عليها المقامات العربية؟ مش هنقدر نقول عليها مقامات عربية. طب تعالى نروح للبوزو. البوزو في الدساتين بتاعتها او الفريتات دي موجوده في الاساس، الاساسيه انصاصه وان، ما هو مش معقوله ناقصه انصاصه وان، لازم يكون فيها انصاصه وان. ثم الارباع اللي محطوطه الارباع دي موجوده في اماكن واماكن لا، صح؟ نعم، مش موجوده في كل الدساتين، يعني الارباع مش موجوده في كل الدساتين. يبقى هتقدر تقول المقامات ذات ارباع النغم اللي موجود اللي متوافق فيها الدساتين فقط بتاعت الارباع. نعم. أعود الأستاذ محمد عبد الوهاب، كم وتر؟ ما بعرف أعود الأستاذ عبد الوهاب كم وتر، بس والله أنا ما عدتوش يعني، وما جاش في دماغي، بس خمسة ستة مش هتفرق يعني، ما أنا بصراحة ما عدتوش، لكن ممكن أي حد يرجع لفيديو من فيديوهات الأستاذ عبد الوهاب، يمكن يرجع للفيديو. في عندنا الأستاذ مين، والله أنا شفت بالصدفة عود، مين عم يعزف عليه على 7 أوتار؟ بعتقد 6 يعني، ما ركزت كتير على كم وتر على عود. العواد أنواع كتير يعني، ما عندنا في العواد التركي بينزل ساعة 7 أوتار. نعم. عندنا بقى الأعواد الغربي، العود الألماني والعود الفرنسي بيوصل 12 وتر. ما فيش مشكلة يعني. نعم. أحسن هي كم الأوتار، ما هوش مش ذات يعني هو بيديني مساحة، عود مساحته اكبر، بيديك مساحه، بيديني طبقات نفس